لم ترى عين غيرك يا رب. حق نشكر إلهنا من كل القلب. هو مين فينا يستاهل يقف قدام الرب؟ الحقيقة ليك وحدك يا رب البر، أما نحن فلنا خزي الوجود. عشان كده بلخص بسرعة يا أحبائي، الوحي المقدس عايز يوصل للقلب البشري والإنسان في إمكانياته المحدودة عشان يرضي الرب ويكون في حالة مرضية أمام الرب. فقبل داود بقرابة 500 سنة، داود قبل تجسد المسيح ب1000 سنة، لكن ما يسبقه عن موسى الرب اداله الناموس، فراح كتب الوصايا الظاهرة قوي 513 وصية. ومين فينا كان يقدر يطبق هذه الوصايا؟ ده العشرة بس. لو واحد فينا سقط في واحدة صار مجرما الكل. داود هنا بيحط لنا 11 حاجة، وصف للشخص الساجد الحقيقي قدام الرب، الوضع المطلوب، وهنتأمل فيهم ونستكمل دلوقتي. أنا فاكر مثلا هوشع في أصحاح 12 راح ركز ودنا 3 حاجات، بيقول إيه؟ عشان ترجع للرب في عدد 6، وأنت فأرجع إلى إلهك. طب وبعدين؟ احفظ الرحمة والحق وانتظر إلهك دائما. حلو قوي، ده سهلت قوي، أرجع أتوب وأعيش للرب كويس جدا، أبقى في رحمة وحق في الممارسة جميل جدا، ما هو سالك وعرفنا بالحق أو سالك بالكمال، وعرفنا من المزمور متكلم بالصدق في قلبه وعامل الحق، جميل قوي. بس قال له انتظر إلهك دائما. وهل إحنا بننتظر إلهنا دائما؟ جه بقى زكريا في سفر زكريا أصحاح 8 راح حب إيه يركزهم أكتر بصورة أخرى، زكريا 8:16، فقال هذه الأمور التي تفعلونها إيه هي يا رب عشان نرضيك؟ ليكلم كل إنسان قريبه بالحق. خلي بالكم كله في حق طبعا، خلي بالكم، اخدوا بالحق، أمين. وقضائي أو أحكام السلام في أبوابكم، جميل قوي. في وصية تانية تضيفها لنا، قال طبعا، ولا يفكرن أحد في السوء على قريب في قلوبكم، برضه خدت بالكم، ولا تحبوا يمين الزور، لأن هذه جميعها أكرهها يقول الرب. باختصار، الناموس والوصايا الكتير اتقللت، فبعد 500 سنة راح جم 11 وصية، وبعد مئات السنوات جه ربنا بعت لنا قبل تجسد الرب يسوع المسيح، بعت لنا في هوشع وبعت لنا في زكريا 3 وصايا أو 5 وصايا. لكن الحقيقة اللي أنا بقوله قدام الرب وأشهد قدام الرب في العهد الجديد، خلي بالكم، هو شيء بكل اختصار، إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك، الكلام ده زي ما قاله الكتاب في رومية 10:9-10، أن الله أقامه من الأموات خلصت. خلي بالك، أدي القبول أهو، حلو قوي، لأن القلب يؤمن به، يعني يبقى فيه الأمان، قلب يؤمن به للبر، والفم بيعترف به إيه؟ للخلاص. لكن نعيش إزاي بعد هذا القبول والإيمان؟ خلي بالكم من المهم جدا، قالها الوحي في العهد الجديد وبطريقة جميلة قوي، اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. وده اللي قاله في العبرانيين، تركيز، أنا بين ما بينك يكون في سلام، وبين ما بينه في قداسة، والقداسة لها وجهين جميلين جدا في حياة الإنسان. الكلمة الكتابية الدقيقة هي التقوى، وتمارس التقوى في مخافة الرب. ده الحقيقة المقدمة اللي أقولها في مزمور 15، كيف نرضي الرب وكيف نكون في الوضع المثالي قدام الرب. لكن الأمر الثاني اللي بفكر فيه، إن قبل أن أفكر في هذه الوصايا أشوف أشوائي، أنا مشتاق أقعد معاه ولا لأ، أجلس معاه ولا لأ، أحبائي خلينا صادقين في المحبة، أي نظهر الصدق في المحبة. قبل ما تفكر في تتميم أي وصية من هذه،
قل له يا رب ولد أسواق قلبية في الحياة. في مطلع مزمور 42 قال الوحي هذه الكلمات، وأود إن إحنا نقف عندها. كما استقل إياله إلى جداول المياه، شوفوا قد إيه الأيل الغزلان وهي بتجري في البرية، ودي أسرع الكائنات أحبائي، بتشتاق جدا لجداول المياه لأنها بتبذل مجهود. هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. وبص العطس والأسواق، عطشت نفسي إلى الله إلى الإله الحي. بصوا بقى الأسواق، متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ أتراءى قدام الله، وده بيأكد لنا يسوع 5 وعدد 14، لما يكون عندك الأسواق يجي الروح القدس يقول لك الآن أتي، أنا جيته. وهيجي لك الرب ويقف بجوارك مجرد ما تكون هذه الأسواق. وده يؤكد أيضا في المزمور 101 في الحياة السلوكية والحياة التعبدية والحياة الأمينة المخلصة للرب لكل المجد. يقول الوحي هذه الكلمات، متى تأتي إلي؟ يا سلام على الأسواق. متى تجيء؟ ده لغة إيه أحبة؟ ده لغة بني قورح. ومتى تأتي إلي؟ دي لغة داود. فسواء بأسلوب هذا أو ذاك، أو ثقافة هذا أو ذاك، أو صيغة أو تعبير، متى تأتي إلي؟ متى أجيء؟ إن كان هذا أو ذاك. لكن اسمح لي أضيف لك برضو حاجة عن الأسواق. قيلت في كلمة الله وقالها داود أعتقد في 63، يعني سفر المزامير، وفي مطلعه، يا الله إلهي أنت، كان في برية يهوذا. وما أصعب تلك البراري أيها الأحباء، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. والحقيقة ليه؟ عشان أبصر قوتك ومجدك، كما قد رأيتك في قدسك. أصل في اختبارات سالفة سابقة، فعشان كده أنا مشتاق وببكر روحيا نفسيا جسديا. وأذكر أحبائي في مزمور 84 لما يدخلوا بقى ويتشجعوا ويوزعوا المسؤولية بني قورح في 3 فئات متوازنة، فأقول ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. ودول اللي جوه في المقادس. وفي ناس بقى أحبائي برا، دول مالهم؟ دول عابرين في وادي البكاء يصيرون ينبوعا، ودول ممكن يكونوا الكارزين، ويكونوا في البراري في صعوبات، أو المؤسسين للاجتماعات. قد إيه الواحد بيتأثر، عشت مع بعض المؤسسين الأحباء السابقين والرب أضاف لعمرهم وقعدوا فوق التسعينات، وناس مقاربة 100 وناس تجاوزت 100. قد إيه كان عندهم أسواق قلبية حقيقية؟ يأتي في ذهني شخص كان يمشي 9 كيلو، 9 كيلو على قدميه عشان يروح الاجتماع، وكان في غاية البساطة. وشخص آخر ياما احتمل من الضيقات، واحتمل من المطاردات، واحتمل من الاضطهادات، وأيضا الألمات. تعالوا أحباء ونشوف النقطة الأولى، هل في قلبك حقيقة أنك ترضيه أو تكون في الوضع المثالي للساجد؟ فكر معايا من فضلك. هي فيها صعوبات صحيح الوصايا دي، لكن أعرف الوصية مصباح والشريعة نور، زي ما قال في أمثال 6، وتوبيخات الأدب طريق الحياة. والحقيقة إحنا في أيام خاصة جدا وحرجة جدا، فدعونا أحبائي أولا يكون عندنا التهيؤة أن نعيش في هذه المقادس بفرح. في مزمور 122، فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. شوف مثلا تطبيق في العهد الجديد، يأتي في ذهني إنجيل لوقا. يبدأ بإيه إنجيل لوقا في ميلاد الرب يسوع المسيح؟ يبدأ بالسجود والتسبيح والفرح، يا سلام. وينتهي إزاي؟ في أثناء ظهورات الرب وصعوده ينتهي بنفس الطريقة. كانوا كل حين في الهيكل يسبحون الرب، وإيه؟ بفرح، وبيسجدوا للرب بفرح.
احنا الرب يدينا الفرح. احيانا نكون رايحين الاجتماعات مضطرين، او داخلين فرصة الشركة مع الرب او الخلوة مضطرين، لكن نود ان نكون ممنونين، ان نكون مختارين. اخترت الوقوف على العتبة، ودي الفئة الثالثة في مزمور 84. في فئة جوه في المقادس، ما احلى مساكنك يا رب. في فئة على الاعتاب، خلي بالكم اخترت الوقوف على العتبة، ودول الرعاة. وفي فئة بره، احباء الكارزين عابرين في وادي البكاء، يصيرونه ينبوعا. لكن باختصار شديد التطويبة لهذا وذاك وتلك. الحقيقة ارجع في مزمور 15، حيث الروح القدس بعد التساؤل كما تكرم الاخ الحبيب، وبعد المواصفات الاولى اللي وردت في عدد 2، نستكمل في عدد 3. الذي لا يشي بلسانه، على الوشاية، الوشاية عن الآخرين، أو نقل وشاية من الآخرين على آخرين. لكن ما تمشيش معانا، ما تمشيش معانا أبدا. وعشان كده لازم ننتبه من الخطايا الكلامية. خطية كلامهم وخطية شفاهم هي كلماتهم، والرب يحمينا من الخطايا الكلامية الكثيرة، لا سيما خطية اللسان، أعني الوشاية. بعد كده، لا يصنع شرا بصاحبه. كلمة يصنع بمعنى أنه بيخطط شرا بصاحبه. وأنا عايز أقول لك، مش تكون مخطط للشر، لكن لا، انتبه، دي مش بتاعتك أبدا، دي مش بتاعتنا خالص، دي بتاعت الخطاط الأشرار. أذكر ما ذكر في سفر الأمثال، يأتي في ذهني: لا ينامون إن لم يفعلوا سوءا. كلام ده في أمثال 4:16. وينزع نومهم إن لم يسقطوا أحدا. الصدول يطعمون خبز الشر، لكن أنت بتطعم روحيا يا حبيبي، أنت بتتغذى وتتعزى روحيا يا حبيبي، وأنت بتشرب وبتستقي من كلمة الحياة بواسطة الروح القدس. لكن دول بيشربوا خمر الظلم. فأنت سبيلك أو طريقك، لأنك من الصديقين، فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل أو النهار الثابت. ثم يستكمل: لا يحمل تعييرا على قريبه. ودي تيجي بمعنيين: لا يجد لذة في تعيير الآخرين، والناحية الثانية يحتمل التعيير ولا ينقله أو ينسبه لآخرين. ودي بتذكرني بسيدك ليه كل المجد اللي ذكر عنه في كلمة الله، أعتقد في رسالة روميا، وأصحاح 15. هذه الكلمات التي نجد فيها نموذجا، مثال رائع عن شخصه الكريم، له كل المجد. بيقول: لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه، في 15:3 من رسالة روميا، بل كما هو مكتوب: تعيرات معيريك وقعت علي. فبختك تحتمل التعيير. وده الرب بيذكرني: فتفكر، وعبرين 13، في الذي احتمل من الخطاط مقاومة لنفسه. كم احتملت من التعيير يا رب؟ تعيرات معيريك وقعت علي أي كلمات المسيح. وإحنا يعيننا الرب: فلا نحمل تعييرا على قريبنا. ثم الرذيل محتقر في عينيه. دي بترجعني لحاجة مزمور 12 عند ارتفاع الأرذال بين الناس. وهنا معناته إن فعل الرذيلة أو من يقومون بالرذائل أو أصحاب الخطايا أو الشر، نحن لا علاقة معهم على الإطلاق. هم لقينا حقيقة إيجابية: ويكرم خائفي الرب. يا سلام على المؤمن والمؤمنة اللي بيكرموا الرب. يا سلام، بعد قليل هيجيني شاب محترم قوي قوي، ده حفيد لأكبر خدام الأتقياء اللي تعبوا في عمل الرب، وكم خافوا الرب، وكم احترموا الرب. أنا فاكر هذا الخادم في تأسيس إحدى الاجتماعات، كانت السلاسل في إيديه مقيدة وماشيين بيه في الشارع. عشان ليه؟ عشان أسس اجتماع من الاجتماعات. مش قادر أنسى المشهد ده، ومش قادر أنسى الموقف ده. والعساكر مسكت، ده مش مجرم،
تتقي وقديس واكرم الرب في حياته، صحيح افرج عنه وربنا اتمجد، لكن تعال شوف اولاده ولا احفاده. وانا عايز اقول لك اكرم الرب، خاف الرب، واكرم خائف الرب. لما تكرم خائف الرب، شوفوا اذكر حاجه لما صرخت المراه لرجل الله ان عبدك زوجي قد مات، وعبدك كان ايه؟ كان بيخاف الرب. احلى حاجه تقولها على اخوك انه بيخاف ربنا. وكل شخص خائف الرب يتقي ونقي، وده قال الكتاب في مزمور 19: خوف الرب نقي ثابت الى الابد. اهنئك ان كنت بتكرم الرب وتكرم خائفي الرب. يحلف للضرر ولا يغير. يعني ايه يحلف؟ مش حلفان اللي احنا نقصده، يعني مسؤول. رجعت لها في الترجم، مسؤول يعني ملتزم، يعني ثابت في مواعيده، حتى لو ادى ميعاد معين او عمل معين او بيع او شراء او اي وعد من هذا لا يغيره. ليه؟ لانه انسان ثابت قدام الله، ثابت زي ما قال الكتاب مرتين في سفر المزامير في مزمور 108 و57: ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم، أنا أستيقظ سحرا، أي أنا أستيقظ فجرا. فضته لا يعطيها بالربا. والفضة هي أداة الشراء لعلكم، والبيع أيضا لعلكم تذكروا يوسف أخواته باعوه بفضة 20 من الفضة، لأن عمره صغير أقل من 20، فباعوه 17 سنة تقريبا في الوقت ده، فباعوه ب20. الرب يسوع لأن كان وصل عمر 30 وتجاوز 30، باعوه ب30 من الفضة. ولعلكم تذكروا أن الفضة هي أداة الشراء. فهنا فضة لا يعطيها بالربا، يعني مش طماع، يعني مش جشع، يعني مش محب للمال. محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. في حد من اللي معانا دلوقتي اتنين على الأقل إن لم يكن ثلاثة؟ أنا فاكر كان في قضية واحدة في ظروف قاسية التجأت لأناس آخرين بيدوا بالربا، وطبعا لما وصل الموضوع ده انزعجنا كأفراد وككنيسة، وتحركت أحشاء القديسين لتفرج عن هذه النفس المسكينة التي وقعت فريسة لهؤلاء الذين يعطوا بربا ولا يأخذ الرشوة على البريء. وده معناته الحقيقة، ده تطبيق لكلمات الله، لكن الوقت لا يساعدني إطلاقا أن أرجع في سواء سفر التثنية أو غيره أكثر من مرة، تثنية 23 وتثنية 24 ومواضع تانية تؤكد جدا عدم وجود المؤمن في هذه الرشوة أو في هذه المواقف. الذي يصنع هذا، يا رب ساعدنا، لا يتزعزع إلى الظهر. شيء عجيب جدا أن يختم هذا المزمور بهذه الكيفية الأمينة. أذكر بسرعة أحبائي عن عدم التزعزع، أي حياة الثبات، ما ذكر مثلا في كلمة الله. أذكر بسرعة مثلا في سفر مزامير وأصحاح 10 الخطاط البعيدين نفسهم يقولوا كده، لكن للأسف هيهات، هم مش في سلام أو في ثبات. قال في قلبه لا أتزعزع، لكن فمه مملوء لعنة وغش وظن، لكن قال في قلبه، لكن للأسف ده بيقع تحت التأديب وتحت العقاب. لكن نشكر إلهنا لما نعيش في مشيئة الرب، ويكون عندنا الأسواق، ويكون عندنا الالتزام بهذه الإمكانيات في حياة القداسة وحياة التقوى الأمينة قدام الرب، لا يمكن أن نتزعزع. في 13، أعني سفر المزامير أصحاح 13 وعدد 4، أحيانا عدم التزعزع يعني بمعنى الثبات بيكون بعيد عن البعض في ضعفهم، فبيقول ايه؟ هلا قول عدو قد قويت عليه، لا اهتف مضايقية باني تزعزعت. لكن ما يسمحش الرب، ما يسمحش الرب ان احنا نخاف من الاعداء.
أذكر أيضا في 16:8 المزمور الذي يليه كلمات مهمة جدا أعتقد منها جزء نبوي: جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. ويتبقى لي في ذهني مزمور 46 عن الثبات أيضا في الظروف الصعبة والقاسية، إن كانت مناخية جوية أو في هذه البرية كمتاعب شخصية أو غيرها. يقول في مزمور 46 وبالتحديد عدد 5: الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. نحن في أمس الاحتياج لهذا. وفي النهاية في مزمور 62 بعتقد وعدد 2 بيقول، بدأ بالأسواق كما تحدثنا، لكن جه في عدد 2 بيبصر قوة الرب ومجد الرب حيث رآه في قدسه. وفي عدد 6 يقول في النهاية عن اختبار مهم جدا: ذكرتك على فراشي في السهدي، عفوا 63 عدد 6، في السهدي أي في حالة الأرق ألهج بك. وجاية في اللغة العبرية: من عظمة ما أتذكره عندك وعنك يا رب يسهد جفني ولا يعود قادر على النوم. وهنا مش معناه أرق وألم، لكن من كتر ما أنا ساجد وشاكر وممنون يا رب، ممنون ليك يا رب. أقولها تاني في اللغة العبرية: من عظمة ما أتذكره عنك يا رب يسهد جفني ولا يعود قادر على النوم. يعني عايز وقت كتير يا رب إن أحد قدامك وأشكرك وأسجد ليك. في 62 أرجع له عدد 8: توكلوا عليه في كل حين يا قوم. وتعالوا نختم ونقول، ودي اللي مرتبها الرب: اسقبوا قدامه قلوبكم. الله ملجأ لنا. تعالوا نسقب قلوبنا قدام الرب